بدأ الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اتخاذ إجراءات أولية لعزل الرئيس جو بايدن واتهامه بإساءة استخدام السلطة والتقصير في أداء واجبه رئيسا للولايات المتحدة، وتم تمرير مشروع قانون للبدء في تحقيق بمخالفات مزعومة ضد الرئيس الديمقراطي بايدن وعائلته وإحالة تلك الاتهامات للجنتي الأمن الداخلي والقضاء التابعتين لمجلس النواب. وجاء التصويت على أساس حزبي، حيث صوت 219 عضوا جمهوريا بالموافقة، بينما صوت 208 أعضاء ديمقراطيين ضد مشروع القانون.